هاي مصارعة أصابع الأدم من أغرب المسابقات الرياضية ببريطانيا، تأسست بسبعينات القرن الماضي وتحديداً سنة 1976، وبتشبه مصارعة الذراعين ولكنها تقام على الأرض، وبيقعد المتسابقين على الأرض بوجه بعض بوجود حكم، وبتتشابك أصابع إجريهم، وبيحاول كل حدا منهم ينزل إجر منافسه على الأرض من خلال 3 جولات. ومن شروط المشاركة بهالمسابقة التأكد من سلامة الإجر وعدم وجود للإصابات للأمراض الجلدية. مع أنه اللجنة الأولمبية رفضت الاعتراف بهالرياضة، إلا أنه البطولة عم بتتم بشكل سنوي، وحالياً عم بخطط منظمين لإقامتها بدول تانية مثل الهند والصين والباكستان. مين قال أنه بطل اللعبة هو ألين ناش يلي سجل السنة الماضية فوزه 16 بهالبطولة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.